بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم. أعمال بسيطة لكن لعلها هي المنجاة يوم القيامة. أحيانا كتيرة بنفتكر أن النجاة يوم القيامة لازم ترتبط بأعمال ضخمة كبيرة، لكن أحيانا أعمال بسيطة جدا تكون هي المنجاة ليك يوم القيامة. ما تستهونش بالأعمال البسيطة، ما تستهونش أن ابتسامة حلوة تبتسمها في وجه طفل أو في وجه إنسان لعلها هي المنجية، طبطبة على مراتك لعلها هي المنجية، صدقة ولو إمكانياتك بسيطة لعلها هي المنجية يوم القيامة، كلمة خير تقولها الإنسان في وقت محتاج فيه مساعدة لعلها هي المنجية يوم القيامة، طبطبة على أمك وبوس إيدتها لعل بوست الإيد دي تكون هي المنجية يوم القيامة، إرضاء لأبوك فيرفع إيده ويدعي ليك دعوة لعلها هي المنجية يوم القيامة، إنسان مظلوم فتساعد وتحاول تاخد له حقه برحمة وبحنان لعلها هي المنجية يوم القيامة. ما تستهونش بالأعمال القليلة، ما تستهونش بالأعمال البسيطة. رب درهم سبق ألف درهم، واحد يتصدق بدرهم يسبق واحد تصدق بألف درهم. يا ترى إيه اللي منجي لينا يوم القيامة؟ يا ترى إيه اللي هيتحط في صحائفنا يوم القيامة ينجينا؟ أحيانا كتير بتبقى مستني حاجة كبيرة قوي، قد تجد يوم القيامة لعلها هي المنجية استغفار وانت قاعد لوحدك في أوضتك فدمعت عينك فكانت هي المنجية يوم القيامة. مش النبي اللي قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ واحد كان قاعد لوحده فذكر ربنا لوحده فعيناه فاضت بالدموع فكانت هي المنجية يوم القيامة. ما تستهون بالأعمال البسيطة، ما تستهون بالأشياء اللي انت ممكن تقول يعني هي دي اللي هتنجيني وتكبر دماغك. لو واحد واقع في طريقك وتقدر تساعده ما تقولش ما هو في غلبة ملايين زيه ايش معنى ده اللي حساعده، يا سيدي ده ظل ربنا حطه في طريقك عشان ينجيك يوم القيامة. ما وضعه في طريقك إلا من أجلك انت مش من أجله هو، انت اللي هتنجو بيه يوم القيامة لعلها هي المنجية. يا ترى ايه لما تقعد تفكر في حياتك ايه المنجية يلي يوم القيامة؟ رحمة بأمك، ود الإنسان غلبان، صدقة بسيطة، لعلك يوم جنازة لواحد توفى فوقفت على قبره ودعيت له لعلها هي المنجية يلي هو وليك انت يوم القيامة. لعل صلاتك على النبي ليلة الجمعة تكون هي المنجية لك يوم القيامة. لعل حنيتك ومسحك على رأس طفل يتيم تكون هي المنجية يوم القيامة. لعل 10 جنيه بسيطة تكون هي المنجية يوم القيامة. يا ترى ايه اللي حينجينا يوم القيامة؟ يا ترى ايه اللي حينجينا ويدخلنا الجنة؟ دور وقعد فكر وما تستهونش بالصغير قبل الكبير لعلها هي المنجية. لعل قطة تشربها شوية لبن كانت عطشانة رحمة بيها، ما تستهونش أن رجل دخل الجنة في كلب سقاه فغفر الله له وشكر له. ياه زرعة تزرعها يأكل منها طير أو إنسان لعلها هي المنجية يوم القيامة. أنا قلت لك أمثلة كتير قوي، ممكن تغمض عينيك وتسأل نفسك يا ترى إيه المنجي لي يوم القيامة؟ إيه اللي حينجيني يا رب يوم القيامة؟ فتش واهتم بالصغير قبل الكبير. لعل دعوة بالليل تكون هي المنجية يوم القيامة. لعل دعوة أمك هي المنجية يوم القيامة. تشبث بالعمل القليل. الله يتقبل مني ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.